الحمد لله طبعا ان احنا اللي قلناه يوم القرعه وحضرتك فاكر الكلام دوت، وقلنا كل الارتباطات، انما زاد عليه ارتباطات اخرى، كاس العالم الانديه وشارك في النادي الاهلي، وطبعا دي حاجه كويسه لمصر طبعا ان النادي المصري والنادي الاهلي راح يشارك في كاس العالم الانديه. ما نقدرش نقول لا او ما نقدرش نتناقش فيه، انما كان قرار مفاجئ من الاتحاد الدولي، وتوقيت البطوله كان برضو مفاجئ، ما كانش موجود وجود على الخريطه اصلا في الاجنده واحنا بنتكلم في بدايه الموسم. عندنا كان مؤتمر المناخ، مؤتمر كبير جدا، وكنا لازم ان احنا ناخد تاجل فيه اسبوع. عندنا 2 سوبر اتلعبوا، عندنا كاس مصر كان فيه 3 ادوار من الموسم اللي فات، وكان فيه نهائي كاس مصر، وكان وقت كاس العالم الانديه لما اتكرر، فبالتالي تم تاجيل نهائي كاس مصر وبعد كده لعبناه. كل ده اخد ده من التوقيتات، ورغم كل ده الحمد لله احنا 30/8 كنا خلصنا الموسم اللي فات، الموسم ده هو 30/7 بالاخر مباراه بتاعت الاهلي بتاعت الكاس، فبالتالي كل الامور ديت عشان نبدا الموسم ينتهي 30/12 من كام موسم في شهر 12، ونبدا في شهر 10 بعدين نخلص في شهر 7، طبعا ده اكيد انجاز كبير، وان شاء الله اللي جاي يبقى اسهل ان شاء الله. طبعا اختيار موفق جدا، لان طبعا احنا من غير الدوله الرياضه مش هيبقى في رياضه اصلا، وحضرتك عارف ان الدوله ورئيس السيسي اهتمام كبير، راجل هو راجل رياضي ورياضه كل يوم بيلعب الرياضه وبيشجع الناس على الرياضه وركوب العجل، يعني راجل رياضي، فطبعا بيساعد كل المنظومه الرياضيه، فلازم المنظومه الرياضيه كلها تجاري السياسه ديت، فعشان نيجي المكان ده طبعا مكان موفق جدا واختيار موفق جدا. لازم نساعد طبعا المنظومه كلها السياسيه والاجتماعيه، ودايما اتحادات، حتى الاتحاد الدولي بيقول لك ان الاتحاد الدولي لكره القدم بيقول لك اللعيبه والمسؤولين لهم شق اجتماعي بجانب الشق الرياضي، ومسؤوليه اجتماعيه قبل كمان المسؤوليه الرياضيه، لان الاثنين بيخدموا على بعض، وده الدور اللي لازم طبعا بتحاول الرابطه الحقيقه اللي عامله مجهود كبير خلال 2 سنين، واحنا اخذنا امور متقدمه كتير، وان شاء الله هيبقى اللي جاي افضل بكتير، لان احنا دايما بنجري بنجري بنجري، يعني تلاقي كل الدول بتخطط وفي هدوء وبتاع، انما احنا جينا من فترات 2011 ومشاكل وتوقف كوره، وبعد كده احداث بعض المباريات اللي مش عايزين نفتكرها، فبالتالي انت بتقعد تجري عشان تلحق الامور الثانيه. يمكن احنا دايما بنظلم نفسنا شويه، واخرهم زي بنلعب كوره لغايه دلوقتي، والمغرب عملت، والمغرب مثلا هتبص جنبك كده ناحيه اليمين المغرب هتلاقي النهارده في مباراه الرجاء والوداد المغربي بيلعبوا النهارده، الدوري الجزائري لسه خالص من 4 5 ايام، وكل دول اقل مننا عدد في الانديه، ما مروش بالمراحل بتاعتنا، ما نهوش دوري مره بشهر 12، فبالتالي كل الامور ديت لازم الناس يعني تصبر علينا شويه، وما ينفعش نقول شوفوا شوفوا شوفوا، لا احنا الحمد لله احنا منتخب اليوم من امبارح، كل اللعيبه اللي موجودين في الدوري المحلي وطالعين من الدوري المحلي، فريق المغرب كله بيلعب في الخارج، ما بيخرجوش المغرب خالص، ويمكن المذيع المغربي امبارح يعني شوف احنا بعكس ان احنا بنقول ان ده عيب عندنا سلبيه، هو بيقول عن سلبيه ان الدوري المغربي ما طلعش اي حد في المنتخب الاولمبي ولا في المنتخب الاول، فنتمنى ان شاء الله بس نصبر على بعض شويه كده والامور تبقى كويسه. اكيد طبعا، واولهم النواحي الامنيه، لان الامن الاول، انا حضرت مواسم كنت بنظم فيه المسابقه في 3 4 ملاعب، دلوقتي كل الملاعب بقت مفتوحه، الانديه كلها بتلعب في الملاعب بتاعتها، الجمهور بيرجع واحده واحده، ونتمنى طبعا ان الجمهور، رغم ان بعض الجماهير وبعض الافراد من الجماهير بتقود جماهير ان هي بترجعنا للخلف خطوه لو خطوتين، انما احنا ماشيين في خطوات، فلازم طبعا دور الامن يبقى واضح جدا، ولازم نشكر الامن الحقيقه، ما يبقاش برضو ان احنا بنتكلم على ان عدد الجمهور قليل او لا، لان محدش عارف، محدش في المطبخ بتاع النواحي الامنيه وبيشوف المشاكل اللي هم بيقابلوها. يمكن انا قربت شويه طبعا في الفتره اللي فاتت دي كلها، عشان كده لازم اديهم حقهم على ان هم اللي بياخدوا القرارات الصحيحه. احنا بندي كل الفرصه للرئيس لجنه الحكام ولجنه الحكام ان هي بتاخد القرار الصحيح واللي هم شايفينه من وجهه نظرهم، هم اللي هياخدوا القرار في الاخر، وهم اللي هياخدوا برضو قرار امتى يتم اعلان عن حكام المباراه. احنا بنوفر لهم كل اللي هم طالبينه، بنوفر لهم المعسكرات اللي هم عايزينها، لان دي تجربه جديده، الخبير الاجنبي اخر التجربه، لازم هنحكم طبعا هل ايجابيه ولا سلبيه، فدي امور من الامور برضو الجديده اللي دخلت على اتحاد الكوره ان يبقى رئيس لجنه الحكام اجنبي. اقول الاعلام الاول، ان الحقيقه الجمهور بيسمع من الاعلام مش بالعكس، الجمهور لما بيعرف الحقيقه
الجمهور ملتزم وكل حاجة، إنما الإعلام بقى الإعلام زود عدد المشاهدين، فعدد المشاهدين في مشاكل هنا زي ما بتمشي في الشارع وتلاقي حادثة الناس كلها بتقف، كويس تلاقي مشكلة الناس كلها بتقف، اتنين بيتخانقوا تلاقي الناس كتير بتقف، انما لو حاجه كويسه كده هتعدي عليها، هتبص وهتقول حاجه حلوه وهتمشي. فبالتالي اتمنى نرجع للاعلام الصحيح، ان احنا نشوف الايجابيات، ما نزيدش على مشاعر الجماهير، لان انا بشوف حاجات كثيره الحقيقه، وناس بتزايد وعلى انها اكتر من المسؤولين في الانديه، رغم المسؤولين في الانديه مش محتاجين الناس ديت الحقيقه. وانا كل الانتقادات اللي انا بشوفها في بعض الامور وفي بعض القنوات، المسؤولين ما بيقوليش الكلام ده خالص، وكل يوم بقابلهم وكل وبيكلموني وبكلمهم ما حدش بيشتكي، والاقي ناس بتزايد عليهم، هل يعني كده هيبقوا محبوبين قوي؟ نتمنى ان شاء الله ان كل واحد يعني يرجع لعقله.